من انا المدخل بتاعها من انا تخش تقل الكنيسة هي تنظيف الحفاظ على بناء على القرار الصادر من رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبد الله الثني ورئيس مصلحة الآثار الليبية الدكتور أحمد حسين، تم الموافقة على إنشاء مخزن في مدينة توكرة للحفاظ على القطع الأثرية وحمايتها من التلف والسرقة، وكما تم تركيبة منظومة كاميرات لحماية المواقع من السرقة وتشويه الجدران وحماية المخازن والمتاحف. بسم الله الرحمن الرحيم. يستغل المخزن مساحة تقدر 15 طول في 6 عرض في ارتفاع يقدر ب 6 متر، والمخزن مقسم إلى صالة ومكتب لأمين المخزن الذي يقوم بالإشراف والتصنيف وتسجيل القطع الأثرية التي من أمثال الأواني الفخارية والأثاث الجنائزي وتماثيل تراكوتا وبعض القطع الموجودة حاليا في مراقبة أثر توكرة حتى نقوم بالحفاظ عليها بطريقة معاصرة.